أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. TEON، وهذا يلفظ تسيون. تسيون مثلا شتاتسيون، شتاتسيون، أو فونكسيون، فونكسيون يعني وظيفة أو طريقة عمل الشيء، فونكسيون. أو رياكسيون، رياكسيون يعني ردة الفعل، رياكسيون. أو أورغانيزاتسيون، أورغانيزاتسيون يعني منظمة. هذا كان درس اليوم، شكرا لكم وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.